هو على اساس ما يمكنش سبحان الله شنيكيش ما شاء الله ما شاء الله. الاخوان السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. هذا الفيديو هذا سبيسيال الاخوان، فيديو ماشي بحال الفيديوهات اللي كندير، ولكن نتوما الحباب ديالي والخوت والعائله كنبغي نشارك معكم اي حاجه. دابا حاليا حنايا غاديين الكلينيك الاخوان فين غادي تولد ان شاء الله باذن الله المدام، ورشاد الطريق ديالنا مع الصباح. دعواتكم بالتيسير والنجاح ان شاء الله، يدوز كل شيء سالم غالم، ونبارطاجيو معكم كل شيء في هذا الفيديو هذا ان شاء الله، ونطمئنوكم. وراه هذا الشيء علاش كتغابر الخوت، راه صراحه راه كاين ستريس وكاين كاين الخلعه، انا فيا الخلعه اكثر منها. المهم بدات فيا الخلعه، انت فيك الخلعه؟ ها؟ شويه ما فيك الخلعه لا والو شويه. المهم راه ملي كتكون الاخوان غتفتح بعمليه قيصريه كتمشي ما فيك لا وجع لا والو الاخوان، هما كيتكلفوا بك، ونتمناو يكون خير ان شاء الله، والله يسهل علينا ويسهل على الجميع يا ربي. ونشوفوا اليوم غنشوفوا البيبي ان شاء الله ان شاء الله. المهم انا فرحان وبغيت نوثق لكم هاد الاجواء هذه اللي واعره لاي واحد راه مقبل عليها في هاد الدنيا هذه صراحه. الله يسهل على اي واحد. دابا نديروا المازوت ان شاء الله باش نشد الطريق ديالنا. المهم فرجه ممتعه في هذا الفيديو، وهذا الفيديو حساس واحد شويه. دابا راه غادي نهزوا الماتريال. الماتريال اش فيه؟ فيه مانطا وفيه الحوايج الخوت وفيه الحوايج ديال الدري الصغير، هذا الشيء اللي كاين الخوت. دابا كنعطيكم المراحل باش حتى نتوما الا كنتم مقبلين لهذا الشيء هذا تعرفوه. يلاه نمشيو نشوفوا الاجراءات هما الاولين، نشوفوا واش يقولوا لنا الاخوان. وكاينه حتى الحقيبه ديال الدري، ها هي الحقيبه ديال الدري. هاري الحقيبه الدرين شاكدين هاي. اللهم بارك الاخوان، يلا ليتس جو. قدينا الاجراءات، لا كارت المسائل هي ديجا دافع الطوسي هنا الخوت. دابا غادي نودعوها. المسامحة المسامحة، هذه هي غرفة العمليات. فراسك أول مرة غنشوف شي واحد غادي يولد بلا ما يتوجع. تحية للوالدة، ولدتينا وتي توجعي. الوالدة راه ولدتني في الدار أنا، والله إلا ولدتني في الدار قسما بالله، داقي لها وتد في الحيط ولداني في الدار. هاي زعما العيالات يولدوا في كلينيك، ولكن هانية شوف. اللهم هذه دايزة ولا تبقاي تعذبي أحسن حاجة. هذيك ديال الداخل سنين كيفاش؟ ها؟ قلتي هذيك اللي كتقول اش كتقول لها؟ داخل الخارج مولود. الداخل مفقود والخارج مولود. يعني انت لا خرجتي مولود ياك. سامحة لي نتزوج. نضحكوا. شوفي شوفي ما تخلعي ما والو، حيدي ستريس غيدوز داك الشيء بخير وعلى خير. انا غادي نجري من هوك ومن هوك صافي، ما تخلعي ما والو، غيدوز داك الشيء غندير لك رزقك بالروح وجوا. المهم الاخوان للدعابه فقط، نهضر واحد شويه حوارات ثنائيه باش ما يتخلعش المريض، وديك الساعه غادي تدخل. واه شوفي العار لما صوري لي ديك اللقطه اللي غيهزوه برجلو. انا بغيت ندخل مع الخوت ولكن ما كنحملش نشوف داك الشيء، داك الاجواء الدمويه والشحمه والله الا كندوي معاك راه. ولكن راه عادي شوفي، راه عادي راه الله يزر غيدير لك صافي وغيجبدوك صافي، يمكن والو. والله الا فرحان غنولي اب الاخوان، ولكن كاين ستريس كاين الخلعه فهادشي ديال الجراحه وداكشي كيكون شويه ستريس الاخوان. الله يسهل على اي واحد وصافي. يا ربي تيسر يا ربي يا ربي تيسر. كيقول لك الراجل ملي كيسمع الزوجه ديالو ولدت كيبكي، غنشوف انا واش غنبكي ولا لا. خصك انت غتنا الله يحفظك. ما عرفتش خصني نجرب الاحساس ان شاء الله ان شاء الله. ما عرفناش. المهم الا بديت
ندير غنصور لكم الخ كتطيح ليه. انا والله شان نخليهم عندي فين حيد الذهب الخوش الذهب تخبيه دابا راه غتدخل اي حاجه عندك كتحيديهم كلشي كلشي الذهب هذيك اللي ذهب هذه والله حتى ذهب هذه ذهب ماشي نبقى نتفكرك بهاد السليس بالي هذه ذهب يا كلشي 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 هذا الكشتك ظهر حري هذه الفرصة هذه الفرصة صح هذه تما ذهب الله الله زيد يا زيد شكرا الله ليك عار يا سهيل خصك ضروري الا بغيتي تدخل العمليه خصك تحيد كل شيء الاخوان هذه نقطه مهمه تيجي مسلسله تسحب راسك يجي العرس ما عرفتي والو هذا نحيدو هذه فين درتي شنو درتي ما درتش هما هنا في هذا الجيدان صافي صافي غنحيد عندك تبدا صافي ناضي اخي بلان الاخوان هي فاش كتدخل كيحيدوا ليها لي زاكسيسوار كاملين الاخوان وكتدخل لداخل كدير واقيلا شي تحليله ولا راديو على حساب الولد الاخوان وعاد غتدخل العمليه دابا ما كاينش اللي يقول لك حتى شنو طاري ولا شي حاجه والو ما كاين والو نتسناو صافي المهم هذه اصعب مرحله هي هذه كتنتظر ما عارفه شنو كاين هذه اصعب مرحله صراحه كتشخوش كيضرك راسك كيجيك ستريس كتعيا كتبدا تفكر في بزاف ديال الحوايج ولكن كتصبر ما عندك ما دير تيعيطوا لينا هادشي اللي كاين الاخوان المهم هي راه داخله دابا لداخل يا ربي يدوز كلشي بخير وعلى خير والله يسهل على الشباب هذا احساس زوين صراحه انك غتولي اب الاخوان ومسؤول الحمد لله على كل حال والله الا احساس واعر واعر بزاف بغيت اي واحد يتمنى زعما هذا الاحساس هذا ويعيشو يعيشو مو هذا الشيء اللي كاين دابا نتسناو قالوا تسناو نبقاو نتسناو الاخوان عطوني هاد العيبات هادو يعني صافي قال لك بقى تسنى حتى يطلعوا البيبي صافي قال لك يعني ما غتحضرش معاها انتيردي انك تدخل داخل كتبان تدخل قال لك انتيردي انك تدخل دابا راه بقاو الحوايج تولت احساس خايب الاخوان صراحه احساس خايب انه كانت معك واحد السيده واحد شويه جابوا لك الجلابه ديالها والصنداله ديالها والله احساس خايب يلا دابا بدات عمليه ستريس الاخوان عمليه ستريس ولكن نتمنوا يكون خير حنا مع العزيمه والصبر غيدوز داكشي بخير وعلى خير ان شاء الله الاخوان على ستريس صافي الحمد لله وا قال لي جيب الحوايج ديال الدري السنسور كومانسا هبط اصاحبي هبط ناري على ستريس وا السنسور ما خدامش الخوت الدوزيام السلام عليكم قلبي كيطلع دوزيام ايطاج هادي ياك ياه ندور من هنا عرفت شو الاحساس السلام عليكم السلام عليكم مديح مديح اش شيماء قالوا تطلع طلع دوزيام شكرا الله يحفظك ما دخلت ما عرفت كيطلع والله ما عرفت دخلت شي واحد قرب ياك سلام كدير بخير الله يحفظك الله يسلمك ضروري ياك الله على الاحساس هو على الاحساس ما يمكنش تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله يعني ما خصك نشوف هذا الشيء تبارك الله واو ما شاء الله
على إحساس الإخوان. تبارك الله ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. شنيكيش يا زين، ما شاء الله ما شاء الله. نرى على إحساس الإخوان ما يمكنش غايته إحساس. ما شاء الله ما شاء الله. صعب صعب. سبحان الله. صافي اللي يجعل البركة. ياك الدوشي تلي ان شاء الله ماشي كيدوش غير كيدوش. ياك دابا الطفل شفناه كيف كتلاحظوا راه واحد الاحساس ما يمكنش الاخوان صراحه الدقات ديال القلب ديالي كيتزعزعوا. الله يرزق اي واحد قسما بالله تا واحد الاحساس واعر ديال الابوه والاخوان صراحه بدون شعور بدينا كنطيحوا في الدميعات ولكن ها هنا. المهم دابا بقات مهم مهم فينا هي ما عرفتش دابا باقي كاع ما دوا معايا على مو 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 نوري غاديش لازم نقول ليه صاحبي راه احساس فشكان والله ما يحس بها اللي مجرب. دابا تقريبا كنتسنى في يقولوا لي اش من شومبر دخلوها لي وبقى في الغرفة العملية هي دابا ما عرفتش اش كيديروا ليها. المهم وقيلا كيسدوا داك الجرح ولا شي حاجة. المهم دعواتكم الاخوان صافي. راك ليا دابا نفرحهم مون تقداو شي باقة ديال الزهور اللهم بارك. السلام عليكم. ناخذوا شي باقة ديال الزهور الاخوان ناخذوا لها هذه اللهم بارك. بسم الله هي تستاهل بزاف ولكن هذه البديه اللهم بارك. دقنا الاخوان خدينا هذا زوين اللهم بارك. اللي بغى الورد فين يلقاه؟ يلقاه في حي الحسني. حي الحسني بالضبط. تحيه للصالفه اخوان. الحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير. ياك خرجتي مزيان ها قادره تدوي الله الله على خويا نز يرحم بابا. الله صافي صافي عندك سيري ها خويا نز تبارك الله ما شاء الله. شوفوا قيصة احساس رائع رائع جدا
نبوسو. ها عادي نبوسو عادي. بسم الله. واحد الملمس شكل جميل جميل يدي خرج باغي يرضع لي الدعاء. واحد اللي ولات مسرى صافي 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 اخوان زوي يولي يمشي معنا للغابه والجبان والصحاري كيسمع فيا وكيدير هاك يحل عينيه كيدير تولي تمشي معايا للصحاري يجي كيدير غير خليني نجي نجي يدي وصلوا ها ماما انا عندي والحمد لله داز كل شيء بخير وعلى خير الاخوان. فيك تلاحظ الفنيكيش كل شيء داز بخير الحمد لله. ها عمران جاي يشوف خوه. تشوف شوف شوف تشوف شوف كي جا كي جا اش نسميوه اش نسميوه ها غيت جاتك زوينه يا شوف شوف فيه شوف مومو زوين زوين يولي صاحبك يولي يخرج معنا فين فين يخرج معنا زيد يولفين يا صافي كون هاني هانتوما هادي الخال ديالو شو جاب لينا الحلوى تحيه للخال والله كنت حتى هو كيتسمى خالو ما يبقاش هنا اي ولي يقول لك خالي هانتوما الحلويات المساء اللهم بارك تبار الحلوى حل 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 شوف واش جايب حل ماك معذب راسك اصاحبي انا كبر انا عذبتي راسك اصاحبي والله الا عدبتي راسك اصاحبي عندنا شيء ما يلقى الدنيا عدبتي العائله عدبتي راسك صراحه با 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 حريش اللهم بارك باش ترجع توفل جاب لك الحرشه جايب لك كل شيء هما راه يعطوك الكفشه زيد انا راه دايخ راه ما جبت لها والو انت اش دايخ حتى بدي جيب با 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 بدي جيبها مانطا حتى هاني نو قالوا لك جيب مانطا صافي شدوها صافي انا راه جيت انا وهادي حنا بلاي قالوا لك يرجع جيب مانطا الحمد لله داز الامور بخير وعلى خير. حبيت انني نشارك معكم هاد الفرحه ديالي وبغينا نفرحوا كاملين الاخوان وكنتمنى اي واحد الله يرزقه الدريه الصالحه والله يرزقه من حيث لا يحتسب. من هذا المنبر كندعي معكم الاخوان لحقاش هاد النهار هذا دوزت واحد العذاب راه ما يمكنش الاخوان الوقوف عيد تقريبا دابا الاخوان الوحده ديال الليل يلا دخلنا للدار هنايا الحمد لله. غدا الصباح ثاني غادي نمشيو ندوزو ثاني نهار كامل تمايا.